اهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف المحليه والعربيه والدوليه، ونبدا بعد الفاصل. اظهر استطلاع دولي ان العراقيين هم اكثر سكان المنطقه شعورا بعدم المساواه، مشددا على ان الفساد يشكل التحدي الاكبر الذي يواجه البلاد. وذكر تقرير لموقع ريليفوي ترجمته المدى أن استطلاعا أجرته لجنة إسكوا الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا خلال عام 2022 شمل 10,000 شخص من 10 بلدان عربية حول موضوع المساواة الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بتوفر فرص عمل وبطالة. أظهر أن العراقيين هم أكثر الناس تشاؤماً بعدم وجود مساواة مقارنة بالمعدل العام لبقية المواطنين العرب. وأضاف التقرير أن أقل من ثلث المشاركين بالاستطلاع في العراق بيّنوا أنهم يشعرون حالياً بمساواة اجتماعية، وأشار إلى أن ثلثاً اقتصادية واحدة فقط يعتقد بأن المساواة الاجتماعية والاقتصادية ستزداد خلال السنوات الخمس المقبلة. بيّن التقرير أن اثنين من مجموع خمسة يعتقدون أن عدم المساواة سيزداد تدهورا، موضحاً أن معدل التشاؤم لدى العراقيين فيما يتعلق بوضعهم الحالي والمستقبلي بخصوص المساواة الاقتصادية والاجتماعية هو الأعلى بين مواطني البلدان العربية الأخرى. ويواصل أن أكثر سكان المنطقة يعتقدون أن الخطوات والخيارات الثلاثة الرئيسة لتحسين حالة المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي أولاً توفير فرص عمل للشباب، وثانياً مكافحة الفساد، وثالثاً زيادة أجور العمال. ويسترسل التقرير أن استطلاعاً أجري بين شباب عراقيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 24 سنة أظهر أن 3/4 كانت نظرتهم سلبية جداً تجاه الوضع الحالي للمساواة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد التقرير أن العراقيين بينما يعتقدون بنحو راسخ أكثر من بقية المواطنين العرب عموماً بأن خلق فرص عمل للشباب هو أمر جوهري وحيوي، فإن أملهم بتحقق ذلك أقل. موقع ريليف ويب قال إن أكثر العراقيين ومن أجل خلق فرص تشغيل أكثر حددوا أن هناك حاجة أولاً لخلق وظائف أكثر في القطاع الخاص، وثانيا لتوفير دعم مالي أكثر لأصحاب المشاريع الصغيرة، وثالثا لإصلاح النظام التربوي لتلبية احتياجات السوق. وتابع أن 3 من بين 5 رجال ونساء حددوا خلق فرص عمل في القطاع الخاص كأولوية أولى عن أي مقترح آخر، وزاد للقضاء على البطالة ولدعم خلق فرص عمل في القطاع الخاص سيتطلب من الحكومة أن تعزز أولاً البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي، وثانياً خلق فرص عمل لائقة. وذهب التقرير إلى أن 67% من العاملين في قطاع غير رسمي أو القطاع الخاص يعتقدون أن معدل التوظيف العالي في دوائر الدولة ومؤسساتها يتسبب بتقليص فرص عمل القطاع الخاص أكثر. 23% من الذين استطلعت آراؤهم ذكروا أن أكبر تحدٍ يواجه العراق هو الفساد، وأورد أن العراق يحتل التسلسل 57 بعد المئة في مؤشر الشفافية لعام 2021 من بين 180 بلداً الأكثر فساداً في العالم. ونوه إلى أن 2 من بين 5 عراقيين ذكروا أن مكافحة الفساد هي أمر جوهري لمعالجة حالة عدم المساواة. ونبه التقرير إلى أن الشباب العراقيين هم الأكثر اهتماماً بموضوع الفساد الذي يعمل على هدر أموال وتضييعها في وقت يمكن استخدامها في مجال خلق فرص عمل وتقليل نسبة الفقر والمضي قدماً تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويواصل التقرير أن العراق ورغم أنه بلد متوسط الدخل فإن كثيراً من مواطنيه وخصوصاً النازحين ما زالوا معرضين للفقر ونقص الغذاء وعدم المساواة في الحصول على رعاية صحية وتعليم.
ومضى التقرير إلى أن 45% من العراقيين ذكروا في عام 2021 أن الطعام لديهم نفد قبل أن يحصلوا على مال لشراء المزيد. نقل شبكة بي بي سي شهادة طفل عراقي من ضحايا انتشار سرطان الدم بين العائلات التي تعيش بالقرب من حقول النفط بالعراق. والشهر الماضي كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن تعرض المجتمعات التي تعيش قرب حقول النفط في العراق، حيث يحرق الغاز في الهواء الطلق لخطر الإصابة بسرطان الدم. وتعتبر مثل هذه الأماكن في العراق مناطق لتقديم القرابين البشرية في العصر الحديث، حيث تعطى الأولوية فيها للربح بدلا من احترام حقوق الإنسان وفق الأمم المتحدة. وينتج الحرق العبثي للغاز أو ينتج الحرق العبثي للغاز المنبعث عند التنقيب عن النفط ملوثات مرتبطة بالسرطان. وتعمل شركتا بريتش بتروليوم وإيني النفطيتان الكبيرتان الإيطالية في أكبر مناطق التنقيب عن النفط بالعراق. وتعتبر الغازات المشتعلة من هذه المواقع خطيرة لأنه ينبعث منها مزيج قوي من ثاني أكسيد الكربون والميثان والسخام الأسود الملوث للغاية. توفي الكثير من الأطفال الآخرين الذين كانوا يعانون من السرطان، والذين أجرت معهم بي بي سي مقابلات سابقة بمن فيهم فاطمة ومصطفى اللذان كانا يبلغان 13 عاماً وكانا يعيشان بالقرب من حقول نفط أخرى في المنطقة، وكذلك الطفلة بنين البالغة من العمر 5 أعوام والتي فقدت أخاها الأكبر متأثراً بهذا المرض أيضاً. لا توجد دراسات منشورة عن معدلات السرطان في أوساط هذه المجتمعات، واكتشفنا فيما بعد أن البيانات الخاصة بهذا الموضوع تتحفظ عليها باستمرار الحكومة العراقية. وقد كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة العراقية سربت إلينا أن معدل الإصابة بالسرطان أعلى ب3 مرات في البصرة مما هو وارد في السجلات الرسمية. وحصلت بي بي سي على مقاطع فيديو للبعض الذين يعيشون ويعملون على مشارف حقل الرميلة تكشف لمحة عن شكل الحياة هناك، فيما رفضت طلبات رسمية للبي بي سي بالدخول إلى المنطقة 5 مرات في الأقل. يقول الكاتب علي قاسم الكعبي: هناك ثمة حقيقة يجب الوقوف معها طويلاً، أن التعليم في العراق، ونخص بالذكر في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية أيضا، وصل إلى مرحلة كبيرة من التأخر والانهيار نتيجة الفشل المزمن في قطاع التربية والتعليم بصفة عامة، حيث لم تعد الشهادة العراقية تحافظ على مكانتها ورصانتها العلمية كما كانت عليه سابقا. وهذا الفشل سببه تدهور أركان التعليم الثلاث: المعلم والكتاب والمدرسة. وبما أن كل ركن يكمل الآخر، فإنه من المعلوم أن أبنية المدارس أصبحت بيئة غير ملائمة للدراسة وغير جاذبة للطلبة. وليت الأمر ينتهي بذلك إذا ما علمنا أن المدارس قد انتهت صلاحيتها كونها بنيت في 70ات القرن الماضي والجديد منها في 80ات. المدارس تعاني نقصاً مزمناً في البلاكات التدريسية يقابلها غياب التخطيط الواقعي، ويضاف إليها سوء إدارة وتوزيع لهذه البلاكات، فبعضها يعاني الشحة والآخر التخمة، مما تسبب في أن معظم المدارس تسد النقص ذاتياً، بمعنى أن المعلم لا يدرس تخصصه، حيث أن مدرس ومعلم التربية الفنية والرياضة أصبح الجوكر يدرس كل الكتب. وليس غريباً أن يدرس معلم الإنجليزية القراءة والحساب، فيما يحدث العكس أن معلم القراءة يدرس الإنجليزية أو العلوم ويسد النقص ذاتيا، فضلا عن إهمال واضح لهذا المعلم اقتصاديا وقانونيا. وقد شهد الجميع كيف تهان المدرسة والمدرس والمعلم والمعلمة من الأهالي، وكيف تغلق مدارس ويعلق فيها الدوام بسبب خلافات عشائرية تحرم المعلم من الوصول إلى مدرسته
وكذلك سجلت في إحدى المدارس مقتل أحد ملاكاتها داخل المدرسة بسبب التطرف العشائري والثأر، وكأن هنالك يدا تريد تجهيل وتسطيح المجتمع ونشر الأمية. إذا ما علمنا أن نسبة التسرب من المدارس أصبحت عالية جدا وأن بعضهم دخل السوق للعمل. من صحيفة عربي الجديد نقرأ مقالة للكاتب يقظان التقي تحت عنوان قمة العشرين واتجاهات المرحلة. تعقد قمة العشرين في جزيرة بالي في أندونيسيا في ظل أوضاع دولية متغيرة وعالم عاصف بالمشكلات على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وتشتت الظاهرة البارزة التي طبعت العلاقات الدولية المعاصرة من هيمنة نظام عالمي يؤدي إلى التأثير على التطورات الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية. تتسم القمة بالتعبير عن مجموعة من الهموم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والاستراتيجية. ويضيف الكاتب السؤال التالي وهو إن كان الغرب ما زال لديه الفن لاستغلال الحقيقة ويملك الوسائل لملء الثغرات وتعرجات عمل نظام الحياة الدولية وعدم تأمين نهاية الليبرالية ولأول مرة، يرى العالم نفسه محروما من نظام حقيقي فيهدد التقارب بين روسيا والصين العالم الليبرالي بحسب الكاتب. تحاول الصين وروسيا إعادة كتابة قواعد الطريق من أجل مصالحهما. أوروبا تعاني، فشلت في رسم مجال أوروبي أكثر تمايزاً يتآلف وتفاهمات متعددة بعد مجال شنغن وانضمام دول أعضاء وتوسيع منطقة اليورو في أوروبا الوسطى قبل أن تضطرها الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة إلى حد من طموحاتها. وكانت تراهن على المجال الجغرافي في أوكرانيا الذي تدمره روسيا بوحشية في استهامات ما وصلت إليه في القرن السابع عشر. وأوروبا تتكبد خسائر كبيرة أكثر من ثلث التجارة العالمية، فيما يحاول الصيني والروسي إظهار الأمور المشتركة مع شعوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا كنماذج مؤسساتية للثقة والتعاون. الأمريكي مستمر في إظهار عظمته العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، مروجاً التنويع التكنولوجي في نقل مصانع الرقائق التايوانية إلى الداخل الأمريكي مع نظام أبحاث عالي المستوى في هذا الشأن. فيفهم الصيني المسألة بعدم رغبته الدخول في مواجهة معه في تايوان. لا يبدو أن أحداً قادر على التراجع. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أما الآن نتابع بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم.
رسى ثاني الفنادق العائمة السفينة MSC بويسيا في ميناء الدوحة لينضم بذلك إلى الفندق العائم سفينة MSC وورلد يوربا في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022. ووفق وكالة الأنباء القطرية قنا، تعتبر السفينة MSC بويسيا فندقا عصريا عائما من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة إلى إمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار. ويضم الفندق العائم تحديداً 1265 كابينة وثلاث برك سباحة ومركزاً صحياً وسينما، إلى جانب المسبح وملاعب تنس وكرة سلة، إضافة إلى 4 خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكاناً للفعاليات. وتعد الفنادق العائمة واحدة من عدة تسهيلات تقدمها دولة قطر خلال بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل. تروي المباني المدمرة في القرى والبلدات التي استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها في منطقة خيرسون جنوب البلاد أهوال الحرب الدائرة هناك. ورصدت الكاميرا الدمار الجسيم في قرى بيليافيكا، ميرلوبوفكا، بوتيموكينا، كنيافيسكا وبلدة فيسيكوبيليا، والتي انتزعها الجيش الأوكراني من القوات الروسية مؤخرا. وتظهر الصور مدى الأضرار البالغة التي تعرضت لها معظم المنازل والبنية التحتية في تلك المناطق. ويتعذر إمداد تلك المناطق التي بقيت نحو 7 أشهر تحت سيطرة القوات الروسية بالغاز والماء والكهرباء، وتنتشر الدبابات والمدرعات المحترقة أو المدمرة أو المنقلبة في الطرقات المؤدية إلى القرى والبلدات التي عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية والحقول المحيطة بها، فضلا عن المركبات المدنية المتضررة. أما الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الأكثر قدرة على الانتشار بين البشر، سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تنتشر في العالم، هذا ما صرحت به المنظمة العالمية لصحة الحيوان مطلع عام 2022. ماذا يحدث؟ شبح إنفلونزا الطيور يعود من جديد. بعد أزمة عالمية صحية واقتصادية خانقة تسببت فيها جائحة فيروس كوفيد-19، عادت إنفلونزا الطيور. يتم اكتشاف حالات إصابة يومياً في أوروبا. الأمر لا يقتصر فقط على الطيور البرية، إصابات بالآلاف تم تسجيلها في مزارع الدواجن والمحميات. الحكومة البريطانية فرضت قيود عزل للطيور الأليفة والدواجن في كل أنحاء إنجلترا ابتداءً من 7 نوفمبر الجاري، خوفاً من تفشي إنفلونزا الطيور. الحكومة الهولندية أعدمت الشهر الماضي نحو 44,000 من طيور الديك الرومي في مزرعة تقع جنوب البلاد. أعدام نحو 50 مليوناً من الدواجن في أوروبا، فيما اتخذت دول أخرى تدابير صارمة بعد اكتشاف آلاف الإصابات. مخاوف تقلق حكومات، خصوصاً وأن موجات سابقة منها تسببت في إعدام عشرات الملايين من الطيور، والخشية تكمن في إمكانية حدوث طفرات من إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الإنسان. فماذا تعرف عن مخاطر إنفلونزا الطيور على البشر؟ المرض تعود خطورته إلى نوع الفيروس، أعراضه تتمثل في الحمى العالية والسعال ونوبات ضيق النفس، علامات تبدأ بالظهور بعد 2 إلى 5 أيام من الإصابة. نصف المصابين سابقاً بالفيروس
عانوا من آلام في المعدة والأمعاء أو من الإسهال والتقيؤ. ينتقل فيروس إنفلونزا الطيور بواسطة الهواء، وخاصة عن طريق الاحتكاك المباشر أو عن طريق براز الطيور المريضة وتلوث الأيدي بها لفترة طويلة. كما يمكن أن ينتقل بواسطة العلف الملوث بالفيروس والماء وغيرها من المواد والألبسة الملوثة. الأماكن المغلقة والمقفلة والضيقة في المزارع تزيد من خطر الإصابة. متى ظهر فيروس إنفلونزا الطيور؟ إنفلونزا الطيور، أو كما يسمى أيضاً بـ H5N1، مرض يصيب الطيور البرية والدواجن في المقام الأول. أول ظهور له كان في فيتنام عام 2003 حسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية. تسبب آنذاك في وفيات بشرية في 15 بلداً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. بعض التقارير ذكرت أن فيروس H5N1 المسببة لإنفلونزا الطيور ظهر لأول مرة في الصين عام 1996 وانتشر بقوة في هونغ كونغ العام الموالي. الانتشار الأكبر للفيروس في إقليم الشرق المتوسط يعود لعام 2006، أين تأكد انتقال فيروس H5N1 من الطيور المصابة بالعدوى إلى البشر في العراق ومصر وجيبوتي وباكستان. مصر كان البلد الأكثر تضرراً في إقليم الشرق المتوسط عام 2006 بسبب حدوث أوبئة حيوانية متكررة أسفرت عن إصابة 167 حالة بشرية و60 حالة وفاة. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا وإلى اللقاء.